نعم. شيخ أحسن الله إليك، هل ثمود كانوا اختاروا مكان؟ هل أعد السؤال؟ هل لا ما بيك تعيد هل بس كم من سؤال؟ ثمود اختاروا مكانا خاصا بين الجبال ودعا الصالح عليه السلام والناقة خرجت وهم ينظرون على الصحيح. هذا قيل إن الناقة خرجت من صخرة، قالوا له إن كنت صادقا فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، فدعا الله فخرجت. لكن هذا من الإسرائيليات التي لا نؤمن بها ولا نصدق ولا نكذبها، الله أعلم.